لابد أن أتوجه في البداية بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس جامعة الدول العربية على القرار الذي اتخذه في مارس من العام الماضي بتخصيص يوم للاحتفال بالتراث الثقافي العربي. والواقع أن هذا القرار أظن أنه تأخر كثيرا، كان ينبغي أن يكون لدينا مثل هذا اليوم منذ عقود بعيدة. ومع ذلك نشكر مجلس الجامعة على هذه الخطوة، ونحن اليوم نحتفل للمرة الأولى بهذا اليوم. الواقع أن سؤال التراث هو أطول سؤال في حياتنا المعاصرة، وهو أعقد وأقدم سؤال. واجهنا هذا السؤال منذ أن احتل الفرنسيون مصر عبر حملة نابليون بونابرت في صيف 1798. يومها صار السؤال الكبير كيف نتعامل مع تراثنا وكيف نتعامل مع آثارنا حينما وجد المصريون جيشا حديثا ودولة حديثة. وظل هذا السؤال مطروح يتم تداوله في جوانب بين الباحثين، لكنه كان طرحا علميا ومعرفيا فقط، وفي بعض الأحيان طرحا سوسيولوجيا وطرحا سياسيا، كان ذلك بعد الاحتلال البريطاني لمصر. وأظن أنه بسبب هذا السؤال تأسست دار الكتب المصرية سنة 1870، وكان الجزء الأساسي من أهدافها هو جمع المخطوطات والتراث العربي والحفاظ عليها ودراستها. وتطورت الأمور إلى أن تأسست جامعة الدول العربية، وكان على رأس أولوياتها الاهتمام بالشأن الثقافي، وتأسست الإدارة الثقافية بعد إنشاء الجامعة بعامين فقط، وقام عليها أفذاذ وعلماء كبار مثل أحمد أمين وطه حسين وغيرهم، وتأسس معهد المخطوطات العربية. كل هذا نحن ندور في فلك البحث العلمي والبحث المعرفي، كيف نتعامل مع التراث، كيف نجدده، ماذا نأخذ منه، ماذا نترك، وهكذا، إلى أن دهمتنا الداهمة وفوجئنا في سنة 1969 بإسرائيل تقوم بإحراق المسجد الأقصى، وكان هذا أول عدوان صريح ومباشر، عدوان مادي على تراثنا. وتجددت الاعتداءات، وجدنا ما حدث في متحف العراق في 2003 حينما دخل الاحتلال الأمريكي إلى عاصمة الرشيد إلى بغداد العظيمة، وتم انتهاك هذه العاصمة وسرقت محتويات المتحف العراقي ولم تعد إلى اليوم. أيضا كان هذا يمكن أن يكون مفهوما في حالة إسرائيل، نحن نعرف والمسألة الصهيونية والعداء للمسجد الأقصى. في حالة الاحتلال الأمريكي نحن نعرف، وقالت وقتها كونداليزا رايس، هذه أشياء تحدث وعليكم أن تتحملوا مقابل الديمقراطية الموعودة والحريات التي ستأتيكم. ولم يرى العراق لا حرية ولا ديمقراطية، لكن وجدنا التخريب والطائفية وغير ذلك. ثم فوجئنا بالتيار المخيف الذي يرفض تراثنا ويرفض آثارنا رفضاً وجودياً، وهو التيار المتأسلم بكل تفريعاته وبكل منشآته. نحن رأينا ما قامت به داعش في الموصل وما قامت به في تدمر، ونعرف ما يحدث في حلب وحماه، وكلها فيها أماكن أثرية. ولماذا نذهب بعيداً؟ في العام الأسود الذي حكمت فيه الجماعة الإرهابية مصر، خرج بينهم من يقول بكل صلافة وجهل نريد هدم أبو الهول لأنه صنم، ونريد هدم الهرم الأكبر لأنه صنم، وسمعنا مثل هذه الأفكار. وقبلها فلنتذكر جميعا الحملات الضارية التي شنها المرحوم عبد الحميد كشك من على منبر المسجد ضد أم كلثوم وضد محمد عبد الوهاب وضد طه حسين وضد نجيب محفوظ وكل هذه الرموز. نحن إذن أيها السادة بإزاء تيار يرفض تراثنا وثقافتنا رفضا وجوديا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكتسوا هذه الأمة من تاريخها ومن حضارتها، لكي تكون أمة بلا حضارة، أمة بلا ثقافة، أمة بلا تاريخ، أمة ليس فيها سوى أبو بكر البغدادي وحسن البنا وسيد قطب وكل هؤلاء الأجلاف الجهلاء. أيها السيدات والسادة، لن نسمح لهم بذلك. أشكر جامعة الدول العربية على هذا الاهتمام، وليكون ذلك بداية لخطة عمل لإنقاذ تراث هذه الأمة وثقافتها وأثارها من كل الأجلاف ومن كل الجهلاء. وتحيا مصر وتحيا الأمة العربية، وشكرا لكم.